السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام وعبرة، كلام من ذهب. النوم سلطان لا يرفض له أمر. النوم سلطان لا يرفض له أمر. الجوع كافر لا يرحم. الإعجاب درجة حرارة تزداد وتنقص وتنعدم. والحب حياة منفصلة عن الحياة الاعتيادية. والعشق مرض لا شفاء له. والهم سيف بارد في الضلوع الدافئة. والقلق كرسي هزاز يتحرك في نفس المكان. القلق كرسي متحرك يتحرك في نفس المكان. والثقة قطار يحملك إلى الأمام. والسكوت ذهب. والقناعة كنز لا يفنى. والحقد اشتعال دون نار ولا دخان. أما التشمت فهو مقدار نقص الثقة بالنفس. والغرور قبح المنظر والمعشر. والصدق فعلا مفتاح لأقسى القلوب. والظلم ظلمات يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم. والخيانة نهاية. والتسامح بداية. والصداقة عملة نادرة. أما الخوف فكالغرق في بركة دون ماء. والأمانة هي رسالة الإسلام للعالم. أما الرحمة فهي من صفات الله تعالى التي أهداها للبشر، وهي رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما البخل فهو حفظ الممتلكات للصوص. أما الغضب فهو مفتاح الجنون.
والكراهية هي فشل القلب. والتشاؤم نقص في الإيمان بالله سبحانه وتعالى.